اهلا اهلا، نورتوا نورتوا. طبعا الرسمة هذه رسمة شرح امس، فاللي ما شافوا شرح امس، هذه الرسمة نزلت الشرح حقها في قناتي على اليوتيوب. هذا اسم قناتي في اليوتيوب، اللي حابين يتعلمون معانا رسم واقعي هذا اسم القناة. وهذه الرسمة امس تقريبا بنفس ذا الوقت فكينا فيها شرح، وشرحت لكم كيف نرسمها باسهل طريقة. فاللي حابين يتعلمون معانا الرسم الواقعي يسوون متابعة للحساب، وشيرون الحساب على صحباتكم أصحابكم وأي أحد مهتم يتعلم رسم واقعي. مسوية دورة مجانية بالكامل لتعلم الرسم الواقعي، من العيون، الشفايف، الأنف، والبشرة، مقاسات الوجه، الشعر كاملة بتلقونها بتفاصيلها على قناتي في اليوتيوب. هذا اسم القناة في اليوتيوب، Drawing ABX. حاليا مستمرة أفتح لكم بثوث وأسوي لكم شروحات متنوعة. أحيانا استقبل طلباتكم، يكون عندنا فقرة اطلب شرح فاستقبل طلباتكم اللي حابينها، وأحيانا أنا أسوي لكم شرحات أساسية. الصور حقة التطبيق اللي أنا أشرح لكم عليها، لأن أغلبكم مو عارف من فين يجيب الصور، أنا أحطها لكم بالإنستغرام بحسابي بالإنستغرام نفسه هنا تيك توك 20 ابيكس، بس بدون شرطة. طيب، ادعموا البث بحيث إنه يطلع اكسبلور، وسووا شير كمان وسووا لايكات. قبل ما نبدأ أتمنى يعني فضلا لا أمرا أنكم تروحون تصوتوا لي بمسابقة تيك توك السنوي المزدهر، أسطورة تيك توك السنوي. طيب ادخلوا من هنا، ثواني ارجعوا هنا. طيب اللي ما صوتوا يصوتوا لي كذا، خلوني أنبسط وألقى نفسي في التوب 1. تعالوا على الفعالية الأولى، طيب، وانزلوا تحت تلقوني تقريبا وصلت المركز فيني 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 الآن بمركز 26، مغرزين من أمس بـ26. فيعني يلا روحوا كل ابوكم وسووا لي تصويت باكبر عدد عندكم، سووا لي عليه تصويت. تمام، يلا نبدا الشرح. الصور حقه الشرح نزلتها لكم انستغرام بالستوري، وخلونا نبدا مع بعض الشرح. تمام، اذا حابين انمي نسوي شروحات انمي اكتبوا لي. الان راح ابدا بواقعي، بس في ناس حابين انمي بعد الواقعي يصير نبدا انمي. تمام، الصوره هذه اللي راح نسوي عليها شروحات لليوم، الصوره هذه اخترت لكم صورة فيها ستايل شعر مختلف بحيث يكون عندنا شرح مختلف، وكمان طريقة رسم عيونها شوي مختلفة، فبيكون شيء جديد. تمام، بعد الشرح الأساسي راح نبدأ فقرة اطلب شرح، وتصير إذا عندكم أشياء معينة حابين أشرحها لكم تقولوا لي عليها. تمام، قناتي باليوتيوب فيها شروحات كاملة، فاللي جدد على البث مسوي دورة تعليمية تعلم رسم الواقعي. يلا جاهزين؟ وش اسم قناتك؟ هذا اسم قناتي يا قلبي، Drawing ABX. الورقة هنا حطيت لكم اسم القناة Drawing ABX. طيب شيروا البث على أي أحد مثل متعلم الرسم، وادعموا البث عشان يطلع اكسبلور. طيب لما أجي أنا أرسم وجه بنت مع الجنب، طيب سواء كان بنت أو ولد، كل أبوها أخذ تقريبا نفس التفاصيل حقة المقاس. يا عمري أنا يا توتا، شكرا يا قلبي، ممتنة لطفكم، يسلموا يا عيني. اللي ما صوتوا يصوتوا لي ضروري. طيب اول شيء راح اجي ابدا فيه ايش هي، راح ابدا اول شيء بمقاسات العيون. طيب فنسوي خط للعين نفس ما احنا متعودين، وبنكبر اليوم الرسم شويه بحيث انه تطلع شكلها مره حلو. طيب نبدا بالعين، نبدا من مدمع قلمي كانه خلص. طيب نبدا من مدمع العين بهذا الشكل. طيب نبدا من مدمع العين بهذا الشكل، عندي عيونها من هنا واسعه شوي. طيب القلم صار خلص، مع انه القلم المفضل حرفيا من متى وانا ثابتة اشرح فيه. يلا مو مشكلة نستخدم قلم جديد، وضعي وانا قاعدة ارسم واشوف البيت. يا عمري انا منورتني يا قلبي. طيب يلا نبدأ. مع انه ما احب الاقلام العادية وقت التخطيط لانه الثاني احلى. يلا خلونا نبدأ مع بعض. اول شيء اسوي مدمع العين بهذا الشكل. طيب عندي عيونها شوي واسعة وصغيرة، مو بذاك الكبر. طيب فتكون مساحة العين بهذا الشكل، جايتني كيف اقول لكم الوسع فيها بزيادة. فانا لما اجي اخذ نفس اتجاه نكون نشوف مدمع العين نفس طرف نهاية العين ولا من نفس الطرف، نجي ننهيها بهذا الشكل من هنا. تمام، اجي من تحت اخذ مدمع العين، بعدين انزع لتحت بشكل مرة بسيط، وأوصل الخطوط الأساسية مع بعض. طيب هذا الشكل. الآن لو بجي أنا أسوي عدسة العين من جوا كيف أسويها؟ طيب عندي عدسة عينها من جوا وضحت لي بشكل كامل، وزيادة
يا شيخ اشرحك مرحبا يا عمري، انا من لطفك. عندي عدسة العين عندي هنا طيب دائرية بشكل كامل، وزيادة مع الطرف من هنا ما هي متصلة بالعين، خط العين من تحت ما هي متصلة فيه. طيب العدسة جاية عندي بشكل يعني تقريبي انه نص العين، ما هي رايحة لا يمين اكثر ولا يسار اكثر، فانا اتبع نفس الخطوات اللي انا اشوفها بالرسم. طيب. وعليكم السلام نورتي. اللي ما صوتوا لي يروحون يصوتوا لي في مسابقة تيك توك المزدهر، وكمان اللي ما دعموا البث يدعمون البث بحيث انه يطلع الاكبر عدد. سووا لايكات للبث، انا اشرح ونفس ما احنا متعودين، سووا لايكات بحيث انه اكبر عدد حاب يستفيد يشوف البث ويطلع لهم. طيب نجي لنهاية العين، من هنا نسوي كسرة العين نشوف ابعاد العين عندي من هنا قريب المدمع العين. طيب وهذه كلها التفاصيل راح توضح معانا وقت التضليل، راح توضح معانا. طيب من هنا تبدأ كسرة العين من تحت، شايفين من هنا بخط بسيط بهذا الشكل جايتنا من هنا. طيب يكون في ظل بسيط من هنا. طيب نجي للحاجب، نشوف الحاجب عندنا. شرحك حلو يجنن يا قلبي، أنا ممتنة لطفكم. اللي فاتتهم الدورة المجانية مسوية دورة مجانية لتعلم الرسم الواقعي، نزلتها لكم على قناتي في اليوتيوب كامل الشروحات، تقريبا لنا شهر ونص بادين فيها. ما شاء الله للآن سوينا مجموعة 65 فيديو أو أكثر حتى، فاللي ما شافوا الشروحات يلقونها بالكامل على قناتي في اليوتيوب. طيب الآن أجي للحاجب، أشوف الحاجب من فين بادي معايا. عندي الحاجب جاي متقدم على مدمع العين، فأجي شوي من مساحة مدمع العين وأطلع لفوق بهذا الشكل، وأبدأ أخذ شكل الحاجب. عندي الحاجب لأنه شعرها نازل من هنا فما راح يكون لي واضح طيب نهايته كيف بتكون، فإحنا ناخذ بس اللي بتقعد، فبيكون شعرات بسيطة بهذا الشكل. وراح أشرح لكم طريقة رسم الحاجب بشكل واقعي. الآن من وين الصور كيف تعلمني الرسم؟ من وين الصور كيف تعلمت الرسم؟ سؤالين صح؟ الصور أنا أطلعها من بانترست، هو أغلب برنامج يعني أخذ منه صور زي كذا تكون واضحة. وكيف تعلمت اليوتيوب؟ تعلمته بالاستمرار، يعني كان الواجهة الأساسية، يعني مش قولوا لها التوجه الوحيد الأساسي لي اليوتيوب، كنت أتعلم منه يعني أدور شروحات وأشياء كذا، وبعدين صرت أتعلم من نفسي أطلع صور وأطبق عليها. يعني بعد ما تعلمت الأساسيات انتقلت إني أطبق 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 لين ما وصلت لمستوى يعني الحمد لله راضي عليه. طيب الآن نيجي نشوف نهاية الأنف كيف بتكون معاي، والصورة معانا اليوم نص وجه. طيب الطريقة هذه مرة بسيطة وتساعد الرسامين انهم يطلعون بمقاسات واضحة، عرفتوا؟ ما يتشتتون وقت الرسم. الان من مدمع العين انزل على تحت تجيني نهاية الانف، فانزل من مدمع العين على تحت هنا واخذ شكل الانف. طيب وبعدها اسوي خط بسيط بهذا الشكل. عندي الانف هنا انفها زي ما تعودنا على اغلب شرحات الانف انه نسوي خط ونشوف فيه ابعاد الانف. طيب قبل ما نكمل اللي ما صوتوا لي بالله روحوا صوتوا لي كذا، خلوني انبسط بس اقفل البث. لقانا وصلنا التوب 1 في مسابقه تيك توك، اللي ما يدرون ايش الهرجه منزله مقطع وحاطه لكم في التثبيت، شوفوه وصوتوا لي كذا، خلوني اخلص البث فعليا وانا مبسوطه. طيب نسوي الان فتحه الانف. عندي فتحه الانف مقوسه وما هي جايه غامقه بالكامل، لا شويه في تدرجات ظل. تمام. بعد ما نخلص الشرح الاساسي بالتضليل بالكامل راح نبدا فقره اطلب شرح. في اللي حابين يتعلمون أشياء معينة فاتتهم من الشروحات اللي أنا أسويها بإذن الله نستمر عليها. طيب الآن كيف أنا أطلع شكل، طيب كيف أنا أطلع شكل الشفايف؟ الشفايف غالبا من فتحة الآن يكون عندي التقويسة هذه حقت الدقيقة، التقويسة هذه حقت الشفايف من هنا، عارفين هذا الشكل. نطلعها من فين؟ نطلعها من هنا، نطلعها من فتحة الأنف، ننزل على تحت شوية وناخذ الأبعاد بشكل نحاول قد ما نقدر يكون صح، نطلع على فوق بشكل خفيف وبعدين ننزل على تحت. عندي شفايفها بارزة من فوق ونحيفة من تحت، كيف أنا أطلع نهاية الشفايف؟ كيف أطلع نهاية الشفايف؟ أنزل من عدسة العين على تحت، شايفين العدسة السوداء هذه النقطة، ننزل من تحت لحد حدة الشفايف تعطينا نهاية الشفايف، كذا أنا أعرف نهاية الشفايف كيف تكون معاي. تمام. طيب انا حاليا اللي تقول عندي مشكله بالاقلام انه تعرف ترسم بس عندها مشكله بالاقلام، انا حاليا بس استخدم قلم واحد. طيب فانت عندك كذا طريقه تقدرين تستخدمين فيها الاقلام وتسهل عليك طريقه الرسم، اما انك يعني وقت الرسم لا تكثرين استخدام اقلام مره كثير، لا تكثرين، استخدمي مثلا مجموعه من الفاتح ومجموعه من الغامق طيب وقد اشتغلي عليها، او استخدمي ببداياتك يعني، او استخدمي درجه واحده
وهي اللي قاعد يتحكم فيها من ظل لنور، يعني عرفتي من غامق لفاتح. طيب سوينا الآن الشفايف هذا الشكل، عندي شفايفها مرتفعة بشكل بسيط من هنا فاتحة ونازلة على تحت، ونفس الفكرة من تحت من هنا. طيب تكون معاي بهذا الشكل، راح أوصل النقاط بشكل بسيط. طيب نيجي الآن على شعرها، شعرها كيف بيكون معاي؟ بيكون عندي مثلا هنا الجبهة متقدم، اللي شايفين من هنا الخصلة كيف نازلة بشكل مقوس، متقدم بشكل بسيط وبعدين بشكل مقوس نجي عند، شايفين العين من هنا، نجي عند العين من هنا بشكل مايل، نشوف اتجاه الشعر كيف جاي معنا، فجاي معنا بهذا الشكل فيه ميلة خفيف. طيب وراح أوضح لكم إياها بالفحم بس الآن عشان بس بطلع الأبعاد حقة الوش. طيب بيكون عندي الفك بشكل بسيط، ثاني بشكل بسيط نجي من هنا، ادعم البث وشيل البث على أي أحد مهتم يتعلم الرسم الواقعي. طيب فكها عندي مرة صغير، مرة مرة صغير يعني نوعا ما يعتبر، بعدين طالع لفوق بهذا الشكل. كيف أنا أعرف نهاية الفك من فين يبدأ؟ من الحاجب، ننزل على تحت هذا الحاجب حقها، نيجي من هنا بيكون عندي الميلة تبدأ من هنا. فهذه الطريقة مرة بسيطة وراح تسهل لكم طريقة أخذ المقاسات. طيب طيب التخطيط راح يوضح لكم وقت ما نبدأ الرسم، راح يوضح معاكم الشكل. طيب الآن هذا شعرها، عندي نشوف أبعاد الشعر من فين بدت اللفة حقة الشعر، فنيجي بهذا الشكل من هنا بتكون عندي البرمة حقة الشعر. طيب ونفس الفكرة من هنا، يعني لما نيجي نرسم مرة نسهلها على نفسنا، مرة نسهل الرسمة على نفسنا، لا تصعبونها، سووا خطوط ببداية تكون خطوط أساسية للرسمة وبعدين أنتوا تبدون تشتغلون عليها بالتظليل. طيب الفك ما مبين، الفك عشان ما فهمت ايش تقصدون بالضبط، يعني مو واضح عشان قاعدة لساني تحت وما انتبهت للكاميرا مرفوعة فوق. لف الكام يمين، لف الكام كذا، تمام خلاص كذا تمام. الآن نبدأ تظليل القلم، الدرجة اللي أرسم فيها فاتحة فما هي واضحة معاكم مرة بالتخطيط، بس الآن بنبدأ بالتظليل بتكون معاكم خطوات واضحة. إذا نرسم رصاص أو فحم نحط يدنا على ورقة بحيث إنه ما يتحوش معانا الرسمة. طيب هذا واحد، اثنين ادعموا البث وشيروا البث وسووا متابعة اللي ما سووا متابعة بحيث تستفيدوا من الشروحات اللي أقدمها. اللي حابين الصورة هذه حطيتها لكم ستوري بالإنستغرام، حسابي بالإنستغرام نفس كذا 20 ابيكس بس بدون شرطة. طيب طيب الآن نبدأ نشتغل على التفاصيل. طيب المقاسات راح توضح معانا أكثر لما نشتغل على الظل والنور. طيب أول شيء راح أبدأ فيه عدسة العين، كيف نظللها وكيف نبرز مفاتح الأمر. أول شيء بتكون عندي خط العين راح أغمقه أكثر، وبعدين راح أشتغل على عدسة فيه بث بالكامل مدة تقريبا 30 دقيقة، سويته كان بس متخصص بطريقة رسم العدسات بشكل واقعي للعدسات ملونة وللعدسات اللي بتكون أسود كامل يعني من جوا بدون تفاصيل، فاللي حاب يتعلم عليها يلقاها باليوتيوب نزلتها لكم. طيب طيب الآن أجي أغمق عدسة العين من هنا. طيب هذا الشكل، الشروحات اللي أنا أسويها لكم أسويها لكم بشكل بسيط وسريع، يعني أحاول أشرح لكم النقاط أكثر ما أني أركز على التفاصيل بحيث أنكم توصل لكم المعلومة. اللي حابين يشوفون رسمات الاحترافية نزلتها لكم على حسابي هنا وبالإنستغرام كمان. إيش الفرق لما أنا أرسم بشكل شرح ولما أنا أرسم بشكل واقعي؟ لما أكون أنا فكيت لكم بث فأنا مشتتة ما بين تعليقات وما بين تركيز على الخطوات وما بين قاعدة أحاول أذكر لكم كل تفاصيل بدون ما أتفادى شيء، بس بعكس ما أنا أكون أرسم بروقان فأكون تركيزي 100% على الرسم عرفته، فأضمن النتيجة تكون بطلة. والتخطيط ترى غالبا يعني يأخذ مني وقت، يعني مو عكس لما أنا أقعد معاكم أرسم لكم إياها بالسريع، أنا كنت أبغاها احترافية أجلس ألاحظ كل نقطة وكل خطأ يواجهني أجلس أعدله، فأحيانا تأخذ مني نص ساعة أحيانا ساعة عكس لما أشرح لكم بالبثوث عرفتوا. فالأخطاء البسيطة سووا لها سكيب يعني عادي. القلم ونوعه ما راح يكون عائق للرسم، يب ما راح يكون عائق بإذن الله، أداة واحدة تكفي معاكم. أنا اللي أشرحها لكم دائما بالبثوث تكون قلم واحد سواء كان رصاص أو فحم، أستخدم معاكم قلم واحد. أقلام الرصاص عندي أنواع كثيرة، عندي الأنواع الغالية الاحترافية وعندي الأنواع العادية اللي فعليا مرة رخيصة، في أقلام أخذتها من شيئين بسبعة ريال وفي أقلام أخذتها احترافية على 70-60، فيب يعني عادي كل واحد طلع لكم نتيجة حلوة. طيب تتكلمين واجد، بس يا عمري يا قلبي أنتي بسي، فبديه إني بتكلم كثير. طيب الآن نجي على التظليل، التظليل لما أجي أظلل بهذا الشكل آخذ
من البودر اللي فوق ومن البودر اللي هنا بشكل خفيف، لان زي ما اتفقنا عدسة العين عندي مستحيل انها تكون بيضة بالكامل، فاسويها بهذا الشكل. تمام. اسمي بالقناة، اسمي باليوتيوب هذا هو دراونج اي بي اكس، الاسم ما هو واضح، هذا هو اسمي باليوتيوب. الان نرجع للعدسة العين، راح ادمج الخطوط اللي بشكل دائري من هنا، ادمجها بهذا الشكل، ناخذ من برا على جوا، وراح اوريكم كمان كيف تسوون لمعة العين بشكل مرة بسيط. هنا بتكون عندي مدمع العين هذا الشكل. ايش فرشة الدمج؟ تستخدمين فرشة الدمج من شيئين عادية، فرشة مكياج اللي تيجي الفرش بهذا المقاس للمكياج مرة حلوة بالدمج، فعليا دمجها هيكون مرة ناعم، او فرش الاكريليك. برضو عندي مجموعة من كانفي سخدتها حقت اكريليك، وشعرها مرة مناسب للدمج بالفحم والرصاص. فيب انا صراحة عندي بالدمج افضل انه احيانا تكون فرشة، ويختلف رسمة على رسمة يختلف. طيب الان لو بنطلع لمعة العين بدون ما ندخل بتفاصيل العدسة مرة 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 بزيادة، لو بنطلع لمعة العين كيف نطلعها؟ طيب عندكم اكثر من خيار، اللي عندهم ادوات للرسم جيلي رول، صوت لك يا قلبي انت، الله يسعدك، ممتنة للناس الحلوة. اللي ما صوتوا لي بالمسابقة اللي مسوينها تيك توك ومختاريني من ضمن التيك توكرز اللي عندهم متابعين، يروحون يصوتوا لي، نزلت فكرة المقطع حق التصويت وكيف تصوتوا لي فالمثبتة، فإذا ما عليكم أمر يعني كذا تروحون تسعدوني وتصوتوا لي بأكبر عدد عندكم صوتوا لي. طيب وكل يوم هم يعطونكم نقاط ادخلوا صوتوا لي فيها، يلا الله يسعدكم أكون ممتنة. طيب البث راح انزل لكم اياه على قناتي في اليوتيوب، فاللي مستعجلين وراهم نوم وراهم دوامات تلقونا بكره على اليوتيوب. الان لمعة العين عندنا اكثر من خيار نسوي فيها. طيب اما اكريليك نفس ما انا قاعده استخدم، وانا ماخذت لي مجموعه كبيره بالاكريليك، علبه كبيره بحيث انها توفر علي بدل ما اشتري اقلام هايلايتر بين. يا عمري يا نور شكرا يا قلبي من لطفك. او اقلام الهايلايتر بين تيجي بهذا الشكل، تمام، هايلايتر بين، هذه مجموعة أخذتها من شيئين حلوة، بس إني اكتشفت إنها تنشف بدون سبب تنشف. وفي نوع ثاني اسمه جيلي رول، طيب تلقونه بكانفيس، تلقونه بجرير، قبل كان بجرير، الآن ما أدري هو متوفر عندهم ولا لا. فهذه الأقلام تنفع للإضاءة، أو بديل لها طامس أو ليكويت اللي أنتوا تسمونه بلهجتكم. تمام تمام اللي ما سووا متابعة للبث يسوون متابعة وشيروا على أي أحد حابين يتعلم معنا الرسم الواقعي. طيب الآن أجي في المدعكة أسوي التظليل، طيب وأظلل وأشوف الأماكن اللي تحتاج أنها تكون بالعين فيها ظل أكثر أشتغل عليها. شرحت لكم قبل فكرة التظليل الناعم والتظليل العادي، فالرسام هنا يشوف إيش اللي يناسبه. طيب أنا كرسام أشوف إيش يناسبني، هل يناسبني التظليل الناعم؟ طيب وزي الرسمة نزلتها لكم، صراحة أنا جوي أحيانا يكون تظليل ناعم، ملامح كبار السن افضل انها تكون لا تظليل، يعني كذا يكون في تفاصيل اكثر. فكل رسام يشوف هو ايش اللي يناسبه اكثر شيء وعلى اساسها يختار، عرفت، ولا تقيدون بشيء معين، لا شوفوا اللي يناسبكم انتم، ما حد يعني ملزوم يعتمد خطوات معينه عشان رسام قال انه هي الصح، لا كل رسام يشوف اللي يناسبه ويعتمده. طيب الان انا ظللت بهذا الشكل، تقدرون تدمجونها اما بفرشه واما بمدعكه اللي يريحكم. كيف اتعلم الرسم الواقعي؟ مسويه دوره مجانيه يا عمري انتي على قناتي في اليوتيوب، طيب وشارحه فيها بالتفاصيل. طيب بثوث ادخلي على الشروحات وشوفيها، اسمع الفقرات، سرعي الفيديو اذا انتي تحسين مو من الناس اللي تقدرين تصبرين على الفيديو الطويل، وزي كذا مسويه دوره بالكامل من الى شروحات تعليميه للرسم الواقعي. طيب الان جالسه اشتغل على تظليل العين بشكل خفيف، اظلل الاماكن غامقه، بيكون عندي هنا الزاويه هذه والزاويه هذه غامقه، والزاوية اللي هنا برضو بيكون فيها درجة غامقة. تمام تمام يدعموا البث وشيروا البث على أصحابكم وصحباتكم وأي أحد مهتمين إنه يتعلم رسم واقعي. تمام تمام الآن أجي عندي خيارين، أما إني أغمق المنطقة هذه بشكل أكثر بحيث يوضح اللي تحتها هنا فاتح، وهذه الطريقة كيف تسوونها لما تبدون تتعودون تتعلمون تدرجون بالأقلام اللي معاكم. تمام تمام من فاتح لغامق بدون ما تأخذون أدوات زيادة. اللي الآن استخدمها معاكم هي مدعكة، طيب بهذا الشكل، وبرضو عندي كسرة العين من تحت بيكون فيها ظل أكثر، طيب بهذا الشكل، ومن هنا برضو. بعدها رح نيجي نشوف غمق الطرف اللي من هنا بهذا الشكل،
بعدها راح نشوف رموش. رموش عندي مرة صغيرة وما هي واضحة. طيب نسويها بشكل بسيط، مع اني انا مرة افضل رموش تكون واضحة، يعني حتى لما اكون ارسم رسمات ورموش وما هي واضحة. يا عمري انا مرة شكرا، فعليا مرة مرة يسلم، شكرا على الدعم الحلو، ممتنة وربي. طيب بعدها اجي من هنا اخذ رموش. انا لما تكون رموش عندي يعني نحيفة بزيادة وما هي واضحة، انا افضل الرسمات، وقلت لكم كل رسام يختلف، حتى لو كان رسم واقعي كل رسام له لمسته بالرسم. انا في بعض التفاصيل احب اظهرها بشكل اكثر. مره شكرا، يسلم يسلم يسلم. ففي اشياء انا احب مره ابرزها بالرسم، وفي اشياء لا. انتوا لما تتعلمون خذوا الشيء اللي تحسونه اوكي احنا يناسبنا ان نتعلمه بهذا الشكل، ما يناسبنا سووا سكيب وتعلموه بطريقه ثانيه. اوكي اوكي الان نجي للرموش اللي تحت. الرموش اللي تحت نفس الفكره، عكس رسمة أمس. رسمة أمس كانت التفاصيل عندنا مرة واضحة، فعليا مرة واضحة. اليوم تفاصيل رموشها بالعكس ما هي واضحة، عرفتوا؟ فزي ما قلت لكم من رسمة لرسمة تختلف. اللي ما صوتوا لي يروحون يصوتوا لي في المسابقة. المسابقة نزلت لكم الفكرة حقتها فيديو مثبت وحطيته لكم. ايش رايك تحفظين البث يا قلبي؟ انت بثوتي كاملة محفوظة، تلقينها على اليوتيوب. احيانا يكون في مشاكل بالحفظ وما تنزل، بس اغلب البثوث يعني اللي ما نحفظه ممكن 3 بثوث بس الغالبية تنزل على اليوتيوب. طيب الآن نجي لرموشها. رموشها بتكون معايا، مو رموشها، حواجبها بتكون عندي معايا خفيفة من قدام، وبعدين تبدأ تقيلة. الحواجب كيف تكون شعراتها تختلف من حاجب لحاجب. الآن عندي حاجب البنت هذا بشكل مايل، بشكل بسيط ومايل كذا. نطلع الحواجب. رسمة أمس نزلتها في اليوتيوب، يب نزلتها اليوم أول ما صحيت من النوم نزلتها، ونزلت لكم اياها ستوري بالانستغرام اذكركم فيها اني نزلتها. فاللي ما هم متابعيني بالانستغرام يتابعوني، بحيث لما انزل لكم اشياء مفيده بالستوري، احيانا اسوي توصيات، احيانا انزل صور مناسبه للرسم، فاللي مهتمين يتابعوني على الانستغرام. مره حلو نزل شعري، شكرا على رد تفكيك المسالتي ولو بالخدمه. فك البث يعني فعليا عشان الناس اللي حابه، فاكيد اني برد على الاغلب. طيب نجي نضلل بهذا الشكل، بعدها نجي ناخذ القلم هذا الشكل، نضلل شعرات خفيفة بس بشكل طولي. اللي حابين أوصيهم على أدوات رسم للمبتدئين، نزلت لكم بالستوري حق الانستغرام أدوات رسم للمبتدئين، وكمان اللي حابين يسألوني بالخاص عن أشياء معينة بالرسم من أدوات وأشياء زي كذا، كمان الخاص مفتوح للكل. طيب الآن نجي للأنف. طيب وراح ناخذ تظليل الأنف على مهل، وآخر شيء بيكون عندنا الشعر. صوت لك 31 تذكرة يا عمري، أنا ما أنحرم من لطفك ربي، شكرا. ليش مدخلين صورة أبيض وأسود؟ أمس واحدة بعد علقت نفسها عليكي، لأن واضحة عندي الظل والنور، عرفتي؟ ببداياتي كنت أحتاج إني أحط أسود وأبيض بحيث إنه يسهل علي التدرجات اللونية، بس الآن لا، الحمد لله يا ربي صار واضح عندي التدرجات اللونية. لما تكثرين تسوين شيء معين بعدين تلاحظين الشيء بكل بساطة، عرفتي؟ فهنا واضح لأنه هنا في منطقة أغمق، هنا في غامق بس إنه فاتح، هنا في ظل بس خفيف، ممكن ما هي وضحت لكم بالمرة بس هنا وضحت لي، هنا غامق هنا غامق، هنا في إضاءة توضح للرسام، تصير أشياء مرة بسيطة، عرفتي؟ فللمبتدئين يب أقول لهم فتحوا حولوا الصورة لأبيض وأسود. طيب شكرا يا عمري من لطفك يا قلبي، وردة يا وردة شكرا، إن شاء الله تكوني الأولى في التصويت يا عمري أنا بإذن الله. طيب الآن بجي أدمج الأنف بهذا الشكل، أشوف الأماكن يكون فيها تظليل، طيب وأظلل عليها. الصورة نفس أمس، نص وجه بحيث إنه تكون طريقة سهلة للمبتدئين يتعلمون التفاصيل. طيب فأجلس أظلل بهذا الشكل، الظل بيكون عندي بادي من هنا، طيب وتدرجات مرة بسيطة يعني مو مرة كثيرة. اليوم شرحنا بالأغلب كان على المدعكة، فيعني مو بالفرشة قد ما هو استخدمنا المدعكة بالشروحات. طيب التظليل يكون عندي بسيط، ما أثقل تظليل، شكرا يا إن إن، يسلم يا عمري، ممتن لطفك. طيب الآن ناخذ خط بسيط من هنا بهذا الشكل، ونظلل برضو بهذا الشكل. فاتن يا فاتن، شكرا يا عمري. اللي ما صوتوا لي ضروري يروحون يصوتوا لي، خلونا ناخذ التبون بإذن الله. طيب أكرر التظليل على الأماكن اللي أحس إنها غامقة بزيادة، أكرر التظليل عليها أكثر، فأجلس أسوي بهذا الشكل. طيب طيب اللي ما شافوا بث أمس نزلت لكم على قناتي في اليوتيوب، تقدرون تشوفون تستفيدون منه. طيب الآن بجي للشفايف، وآخر شيء بتكون عندي
قد سويتي شرح للأنف؟ أوهو، سوينا شروحات، مو شرح، شروحات سوينا للأنف مع الجنب، نفس النوعية اللي زي كذا تكون مع الأنف مع الجنب، وسوينا من الأمام، وسوينا شروحات برضو على صور مشاهير، أخذنا أتوقع ستار كيت، ومين برضو أخذنا؟ بلاك بينك برضو شرحنا على صور من وجيههم. شوفي الدورة أساسها كانت ببداية، بدينا سويت شرح بالكامل الأجزاء، الوجه ومحاور أساسية بدينا فيها، بعدين انتقلت لطلبات المتابعين اللي يبغون شروحات وأشياء كذا، راح تلقين بقناتي على اليوتيوب شروحات للأنف من محاور الدورة الأساسية، وراح تلقين برضو من شروحات البثوث اللي يكون أنا فكتها للناس اللي طالب الشروحات. طيب الآن أغمق الأماكن اللي عندي بهذا الشكل، أغمقها طيب من هنا ومن هنا، وبرضو أغمق من هنا الخط هذا بيكون عندي أغمق زيادة. طيب لما ترسمون حاولوا ما تصعبون الرسمة على نفسكم، ابدوها بخطوات بسيطة، ابدوها بتدرجات بسيطة، مرة عن مرة بتلقون نفسكم قدرتوا توصلون للمستوى اللي انتوا تبغون، عرفتوا؟ لا تاخذونها من البداية انه خلاص احنا لازم تطلع الرسمة بهذا الشكل. يا اهلا وسهلا بالمبدع، اهلا اهلا نورتوا، وضحي اسم قناتك، الله يسعدك، ابشري يا عمي، اسم قناتي دراوينج اي بي اكس. ظل الصورة اصعب شيء، الحين اوريك ظل الصورة كيف نسوي، ليش الرسامين ما يبدأ بالمكياج؟ ايش نوع الرصاص ترسمين عليه؟ الورق تقصدين؟ الورق تقصدين؟ اذا الورق اللي قاعدة اشرح لكم عليه ورق A4 عادي، ورق الطابعة، تاخذونها تقريبا 500 ورقة ب17 ريال، انا اخليها عندي للشروحات، ولما انا اكون اسوي تدريبات لنفسي رسمات سريعة، لانه صراحة تخاسر الورق اللي اشتريه غالي اني اسوي فيه اشياء بسيطة، لان معروف اغلب ادوات الرسم يعني تكون اسعارها مرة شرارة. طيب اعرف ارسم وجه بس ما اعرف اظلل، الان اشرح لك طريقة التظليل، بس اشرب شاهي كمان. طيب قرأت سؤال غريب، تعرفين تمكيجين وجهك نفس مكيجين الورقة؟ أول شيء قاعد أظلل الورقة ما مكيجها، وثاني شيء غالبا الرسامين يكون يعني طريقة استخدامهم للمكياج حلوة، ليش؟ لأنهم هم قد عارفين يبرزون الأماكن بالظل والنور، فيكون الموضوع مرة سهل عليهم، يعني ما يكون صعب نفس الناس اللي ما تكون ما ترسم، لأن يقدرون يتحكمون بوجههم، يقدرون يستخدمون الألوان الباردة عشان ينحتون فيها ملامح الوجه، يقدرون يستخدمون الأنوار الألوان اللي تميل لأنها تكون ألوان إضاءة عشان يدون لمعة للوجه بأماكن معينة. طيب إيش نوع الرصاص ترسمين عليه؟ ما في رصاص أرسم عليه، الورق ورق A4 والأقلام أقلام فحم، ما في مجموع شيء رصاص أنا أستخدم فيه. طيب الآن نجي للتظليل، اللي تقول أنا ما أعرف أظلل البشرة أو ما أعرف أظلل، التظليل خذيها حبة حبة، ابدي أول شيء بالأجزاء هذه، وبعدين ابدي ظللي البشرة، لا تبدين تظللين كامل مع بعض، لا، لما سكتيها حبة حبة تعاملتي مع الرسمة انه حبة حبة بتطلع عندك رسمة مرة حلوة. تمام، قبل ما نبدأ بالتظليل شيروا البث وسووا متابعة، اللي ما سووا متابعة، اللي ما صوتوا لي بالمسابقة حق التيك توك يصوتوا لي، نزلت لكم المقطع في المثبتة فاروحوا وصوتوا لي. ايش كمان؟ اللي ما دعموا البث كمان يدعموا البث. طيب نكمل. طيب هذا الشكل، الآن نجي للتظليل بشكل مقوس. طيب بشكل مقوس بيكون عندي الظل كذا، طيب هذه زاوية الظل، طيب هذه زاوية الظل بتكون عندي، الزاوية هذه انعكاس الشعر عندي، فبيكون عليها الظل، الخط هذا اللي سويته بيكون عليها الظل أكثر. يب، صورة العرض صورتي، صورة يعني رسمتي، شوف الرسمات اللي هنا، خلنا زمان ما صورت رسماتي، هنا رسمت من BTS، هنا الصورة اللي أحبها وحطتها صورة العرض، وكمان في فوق الدقن رسمة واحد بشعر، ويب أشياء مرة حلوة. قبل كان الخلفيات الصور اللي حطتها على المكتب كله بوها فحم رصاص، بعدين صرت أحب أرسم مائي ورجعت علك الأشياء اللي فيها مائي. ممكن تسوين شرح رسمة بسيطة للمبتدئين، هذه شروحات بسيطة للمبتدئين. شكرا يا وجد، يسلم يا عم الوجدان، أو وجد يسعدني، شكرا. طيب نكمل شروحات، يلا الان وقت التظليل. التظليل راح قلت لكم ينقسم على نوعين، اللي بيظللون ناعم واللي بيظللون خشن. الان راح اظلل لكم هذا الشكل بشكل بسيط، وراح اوريكم كيف تخففون الخطوط بشكل يعني مره حلو.
وكمان من هنا بكون عندي ظل بسيط بدون ما أضغط على القلم بشكل مباشر، أظلل بشكل خفيف وبتدرجات. تمام بهذا الشكل. اللي حابين يتعلمون الرسم مسويت لكم دورة مجانية بالكامل على قناتي في اليوتيوب، فاللي مهتم وحاب يتعلم يشوف الشروحات على اليوتيوب. إذا حابين تشوفون شروحات عيون، شفايف، أنف، سوينا شروحات من إيده. الصورة هذه اللي أشرح لكم عليها نزلتها لكم على إنستغرام، فاللي مهتمين يطبقون معايا يلقونها على الإنستا. أوفا طلبتوا أسبوع، والله صراحة غريبة، ساكنة بأيات منطقة؟ إيش المنطقة اللي ساكنة فيها؟ يمكن ترى تختلف من على حسب المناطق يعني، بس أنا غالبا مرة طلبت وأنا بجدة ومرة طلبت وأنا بالمدينة، كلبوها فعليا من 3 أيام لأربع أيام والله بالكثير وهي عندي. فأنا كلمتك عن تجربتي أنا، يعني تجربتي أنا على منطقتي وعلى هذه، والله من 3 أيام لأربع أيام، حتى أحيانا كانت توصلني عادي بدري، بس يمكن ما شاء الله الحين صار معروف وصاروا الناس في جدة. لا والله في جدة مرة وصلني بسرعة، مرة وصلني بسرعة حرفيا، وربي ما طول معي، طلبت تقريبا مرتين في جدة، بس إن شاء الله بإذن الله ما يطول، بالعكس 3 أيام وصلتني. طب حلو، في أحد يتفق معايا كويس. أنا والله شوفي للآن آخر طلبية أخذتها قبل شهر أو أقل على ألوان القواش اللي أخذتها، ونفس الفكرة 4 أيام والطلبية عندي. طيب الآن أجي أخفف التظليل بالمنديل. اللي حابين يطلبون أدوات رسم ذكرتني فيها الله يسعدها، اللي حابين يطلبون أدوات رسم عندكم موقع كامبس يعني اللي من السعودية، هو يوصل حاليا بس للسعودية لأن الموقع سعودي، فعندهم أدوات رسم مرة بطلة وعندهم أشياء مرة حلوة للرسامين. اللي حابين يطلبون من عندهم هذا كود خصم استخدموه، راح يوفر عليكم من قيمة الطلبات ويخصم لكم 10%. طيب الطريقة هذه هنا ظللت البشرة بدون ما أحس التظليل، ظللت بس على المكان اللي فيه ظل وسبت المكان اللي فيه إضاءة. طيب وجيت دمشت بالمنديل بشكل خفيف. تمام تمام. الطريقة الثانية إيش أجي أسوي؟ أجي أخذ بالفرشة وأسوي تظليل بسيط بدون ما أحط فحم، لا بدون ما أحط فحم، بس أدمج الأطراف عشان يكون عندي تناسق بالتدرجات، عرفتوا بالقيمة حقة القلم يكون فيه تدرجات يعني من رمادي شوي لرمادي فاتح، نسوي أشياء كذا بسيطة وهي تطلع معانا الرسمة بإذن الله حلو. تمام هذا الشكل يكون التظليل عندنا واضح حلو. أنا طلبت 2 يوم ووصلت. حلو ما شاء الله، اللي بالرياض محظوظين يقدرون يطلبون ويوصلوا لهم بنفس اليوم. طيب نيجي الآن للشعر. طبعا الشروحات والرسمات اللي أنا أسويها لكم أسوي لكم شروحات بسيطة بحيث تفهمون وتعرفون معي كيف ناخذ المقاسات بشكل بسيط. طيب الآن نيجي للشعر. الشعر بيكون عندي، نشوف طريقة شعرها. عندي شعرها شوي نازع العين، بعدين فيه لفة خفيفة تبدأ اللفة من عند الأنف. طيب بهذا الشكل، بعدين تبدأ إيش؟ تبدأ تميل كذا. طيب بشكل مقوس ويكون النهاية من هنا. نفس الفكرة من هنا تكون تبدأ بهذا الشكل، تكون عندي البرمة عرفتوا بسيطة بالشعر. طيب ومن هنا برضو عندي وصلة بسيطة ناسلة على تحت. طيب كيف أنا أجي أطلع رسمات الشعر؟ كيف أنا أجي أسويها؟ تمام وخارج مكة والله صراحة ما أدري، فعليا ما أدري. فهي شوفي الأغلب شيء إنه ما يطول توصيله نهائي، ما يطول. إذا ما جاتك من 3 أيام لأربع أيام ممكن ما تأخذ أقل شيء 5 أيام 7 أيام، يعني مو مرة كثير. الآن لو بظلل، طيب هم ترى حاطين المناطق اللي وصلوا لها وكم يوم زي كذا، ادخلي عليهم وشوفي، وعندهم خدمة عملاء كمان اسأليهم بالإنستغرام يجاوبونك. الآن راح أجي أظلل الشعر، راح أخذ بخط طولي هذا الشكل، خط طولي، بعدين أغير اتجاه، اتجاهات الحين الشعر بتكون معي كذا، بعدين بشكل مقوس من هنا، عرفتوا؟ اتجاهات تختلف معاي. تمام صوتك ايش ايش يعني؟ طب يلا هنا نجي بهذا الشكل، ناخذ الخصلات بهذا الشكل، برضو نطول التظليل بهذا الشكل، نمشي على نفس اتجاه الشعر عشان تطلع معنا الخصلة بشكل مرتب. تمام تمام هذا الشكل، واجي اكرر الخطوات. هنا الان الجزئية هذه ما أثقل التظليل فيها، لا على شكل مرة خفيف، بشكل خفيف أشتغل على التظليل وأدمج بهذا الشكل. طيب نجي نسوي بهذا الشكل، ندمج بشكل خفيف
ونكرر نفس الخطوات لين ما نوصل لنتيجة الشعر اللي احنا نبغاها. احيانا تكون عندنا شعرات هنا، الشعر هذا ترى فيه وصلات فاتحة بس يمكن ما هي وضحت لكم مرة بالتصوير. طيب فهذه طريقة الشعر، انا لما اجي ارسم شعر وكيف اني اطلع ستايل الشعر يعني والخصلات. قلت لكم قبل شرحت طريقتين، طريقة انه اضلي بشكل كامل وطريقة اني اسويها خطوط بهذا الشكل لين ما اوصل للنتيجة اللي انا ابغاها. طيب هذه طريقة بسيطة لرسم نص وجه. طيب نكتفي ولا نسوي شروحات بعد؟ ما ادري ليه كان فاتحة به. ذا قلم رصاص؟ لا يا عمري هذا قلم فحم. تقريبا لي كم فك بس 35 دقيقة. طيب يعطيكم ألف عافية، شكرا للناس الحلوة اللي تابعت البث، الله يعطيكم العافية. اللي ما صوتوا لي ضروري صوتوا لي. شو كمان شو كمان شو كمان؟ كمل الشعر. ربي يسعدك، كيف نسوي خشن، كيف نرسم الجفن. طيب نقفل البث، وبكرة بكرة بكون عندنا بث الساعة 10 بإذن الله. بكرة بثنا الساعة 10، تعالوا الانستغرام واقترحوا علي ايش تبغون شروحات لبكرة. لاني صراحة اليومين هاي صار احتار، ما ادري ايش اسوي شرح، يعني احس اني كفيت ووفيت بالشروحات اللي قدمتها. فاذا انتم عندكم اشياء معينة تبغون اشرحها لكم اكتبوا لي اياها بالانستغرام، تعالوا بالانستغرام واكتبوا لي اياها على اخر صورة انا نزلتها، او بالخاص اللي يريحكم، او احط لكم سؤال بالستوري واشوف على اساسها اكثر تصويت. فاللي ما سوى لي متابعة بالانستغرام يجوني هناك نتناقش. وكمان اللي ما صوتوا لي اذن عليكم امر صوتوا لي ممكن بليز. يلا يعطيكم الف عافية، سي يو. شكرا للناس الحلوة اللي دعمت البث.